طيب المطلوب انه احنا نعمل علاقة inheritance بين البيرسون ستودنت. ناخد مثال مبسط زي ما حكينا انه انا عندي في البيرسون فقط two attributes، بعرف الكلاس بيرسون على طول على الانت، حسب ما اتفقنا شو بياخد نيم، طبعا اول حاجه السيلف تنسيهاش، والنيم والايج سيلف دوت نيم وعندي دالت الووك، طبعا بتاخد سيلف. هاي الشغلات اساسيه، دائما الداله عندي بتاخد سيلف. طبعا هاي بدي احط داله الاس تي ار عشان لما اطبع لكم الاوبجكتس هذه انه تكون في لها ريبريزنتيشن تقدروا تشوفوها. تاخذ سيلف وبرجع داله انه نيم سلاش تي ايج دوت فورمات سيلف دوت نيم سيلف دوت ايج. طبعا هنا عشان اتاكد بعرف بيرسون قبل ما اعمل انهيرتنس وتطلع انا عندي اخطاء مركبه، لا بتاكد انه هذا الكلاس شغال وبعديها بنتقل للكلاس الثاني. بدنا نعرف بيرسون اسمه احمد وعمره 20 أو 30، وهنا برنت ل بي 1. تمام شغال. نبدا في الكلاس الثاني ستودنت، ياخذ من البيرسون. ركزي معايا هنا الان، بما انه الاتريبيوتس اختلفت معناها بدي اضطر اعمل انت جديد. الانت اللي فوق نزل تمام، ولكن انا عندي باراميترز مختلفة. في عندي باراميتر، في عندي اتريبيوت اضافي اللي هو الستودنت اي دي، فبدي لازم اني اعرفه هنا، اعرف ارجع اعرف الانت. حكيت لو انا عملت زي هيك اس تي دي اي دي، طبعا انا هنا متعمد اني احط الاس تي دي لانه الاي دي في حد ذاتها انه بلت ان كي وورد وبدي اتجنب اني استخدمها لوحدها، فبستخدم std id. لو انا عرفت زي هيك معنى ذلك انه انا بعرف طالب فقط له رقم جامعي، لا له اسم ولا عمر، فلازم انه اضيف هاي الباراميتر هنا نيم وايش، والنيم والايش ساعتها بنمررها للسوبر كونستراكتور. فبنروح ايش نعمل initialization self dot std id بتساوي std id، وهنا بستدعي super dot init، وايش بعطي له name وليش ما عملتش هنا self dot name لا لانه هم اصلا موجودين وعملت لهم instantiation او initialization بالsuper constructor. هذه السوبر عبارة عن ايش؟ مؤشر لمين؟ للبيرنت كلاس، والانت هذا عبارة عن ايش؟ كونستراكتور تبع السوبر كلاس، معنى ذلك انه انا بستدعي فعليا هاي الدالة. وتحط تمام؟ هجيت هنا ما عملتش انا سيلف دوت نيم وسيلف دوت ايج انه بتساوي النيم وبتساوي الايج،
لانه هي الاتريبيوتس هذه اصلا نزلت من السوبر كلاس، وافضل طريقه نعملهم انيشلايزيشن باستخدام الكونستراكتور، فعشان هيك بستدعي الكونستراكتور تبع السوبر كلاس. فهنا لو انا حطيت انت هيك بس، معنى ذلك انه هو حيصير في عنده لبس. انت بتقصد الانت تبع الكلاس تبعنا ولا تبع البيرنت؟ بنقول له لا تبع البيرنت، فبالتالي عشان هيك بكتب سوبر دوت انت ضروريا، عشان اقول له انا بقصد السوبر تبع الانت تبع سوبر كلاس. واضح؟ مش بتاخد ايش؟ مش فاهم سؤالي. صحيح. طيب انا فعليا استدعيت ميثود موجوده في السوبر، موجوده في السوبر كلاس اللي هي اسمها انت باستخدام هاي الطريقه. بس هاي الميثود ايش هي؟ عباره عن كونستراكتور. ايش اعطيتها؟ نيم وايش؟ في مشكله في هذا الكلام؟ ايش اللي مش واضح عندك؟ طيب داله الاس تي ار ممكن استكفي فيها زي هيك، تمام؟ حورجيكم الفرق انه انا كيف ممكن اعملها اوفر رايد واخليها زي هيك. في الاول بدنا نخليها زي هيك، تمام؟ ولكن بدنا نعملها اوفر رايد بعد هيك. ايش في عندي ميثود اضافيه؟ الووك نزلت، يبقى عندي هنا على الستادي طبعا لازم تاخذ سيلف، وبس بدنا نطبع I am studying. وهنا بنعرف اس واحد بتساوي student، هنا رقم الجامعي 1 2019 1122 احمد اكيد عمره 20. وهنا print اس واحد. ايش طبع؟ بس النيم والايج، لانه الاس تي ار اللي نزلت من السوبر فيها النيم والايج. شوفوا كيف حاملها اوفر رايد. بروح اعمل هنا def اس تي ار تاخذ سيلف، اعيد اكتبها نفس هذا الكلام. كيف بدنا نستدعي؟ سوبر. فبالتالي حكينا دائما انه المبرمج كسلان، بعيدش يكتب كود، كود موجود عنده فوق. فايش بيروح بيسوي؟ ريتيرن سوبر اس تي ار، تمام. وايش بدنا نزود عليها؟ بدنا نعمل كونكات. يبقى هنا self dot std id زائد، وهنا بدي اعمل سبيس، او اللي يفضل ان اعملها في دالة فورمات. خلينا اعملها في دالة فورمات احسن. يبقى هنا بدي اضيف id وبعديها هنا سلاش تي، وبعديها هنا فراغ تاني دوت فورمات، اخذت السيلف دوت اي دي بالاضافة للسوبر اس تي ار. هيك واضحة؟ فبالتالي الاس تي ار اللي فوق ما عدتش كتابتها، استدعيتها. وايش ضفنا عليها؟ المعلومات الجديدة، تمام؟ اللي هو الـ student ID. طبعا هنا في كوما. ساعتها لما اعمل print بعمل concatenation لهي الشغلات. لا هاي دالة format. اما لو كان string الافضل دالة الفورمات. اما لو كان string وهناك string بعملهم concatenation مع بعض، وبدي اضطر اني اضيف space. لا هيك اريح.
نعم هنا في كوت مزبوط في شيء ناقص دايل كمان يبقى هنا طبع لي الاي دي وضاف عليهم النيم والايج اللي اجت من فوق نعم والفراغ الثاني اللي هو ناتج استدعاء الاس تي ار من السوبر نعم هنا ما اضطريتش اكتب نيم نقطتين واحط قوس والايج خلاص موجوده فوق تمام في اي سؤال؟